عندي 5 أولاد معتقلين، والحوار أنا ماني قابلة به. لو يعطوني يقول لي يعطوني أعطيش هالقد عن ولادش تنازلين للحوار، ما أتنازل، لأن كل شيء الحين هاي 5 سنوات هالدشه وهذا البيت ما شافوا البيت، ما قعدوا في البيت ابدا، ما قعدوا فيه. اي حوار هذا يطنزون على يطنزون على نحن ام يطنزون على روحهم، انا مني واحده ماني قابله بالحوار. اقبل عائله شايلينها غير التعذيب معذبينها وياه، هذا انا اقبل به، ما اقبل لو ايش ما يقولون لي، يعني حوار ماني قابله به، غير طوابهم علي، ضربهم اني انضربتني، اني ام المعتقلين اني انضرب، زوج ولدي غريب، بنتي غريب انضرب، اي حوار هذا؟ دشوا علينا ناس غير مدنيين في وسط بيوتنا يضربونا، ما نقبل بالحوار. لا يقولون لي ان من تنازلي من اعطيش هالقد عن ولادش، اقول لهم ما اقبلني، اقبل ولادي ما يطلعون الا مرضى، وعندي واحد مريض وهكو كل يوم يتصل يقول امه انا ما يعالجوني، وش اقدر اني اسويني؟ قال لي كلمي المحامي، خليه يكلمهم عشان علاج لي، المحامي بعد صراحه مو مقصر، يقول انا سويت رسائل، يقول وش اقدر اسوي؟ وهم اخذوه من المستشفى، اخذوه مريض عليه السيلان، وما اخذوه هكو لحد الان هكو مريض، ولا اخذوهم بيطلعون صاحين؟ ما بيطلعون صاحين، من وليهم؟ وابوهم الحمد لله حكوها كسر ابوهم، ما في الا انا. يتصلون امه وايش اخبارك؟ امه وين سويتين امه؟ اقول وين سويت بيت يا اولادي؟ من دون من دام انتون بنتم وياي في البيت ما عندنا احد. وايش انا اقول عن الحوار هذا؟ حوار صراحه ما انا قابله به. لو وايش ما يسوون لي؟ لو يقولون لي بنعطيش فلوس الدنيا وتنازلي على هذا بنعطيك، اقول لهم لا. 5 أولاد جاهل، أصغر واحد آخر معتقل، يسوون هذه طبخة، هم رايح مسكين يستلم جوازة من الجوازة، يشيلونه هو على ثياب المدرسة يودونه للتحقيقات، من الجوازات شايلينه يروحون يودونه في مال التحقيقات يوم كامل في التعديل، كذي زين يسوون كذي، امتحانات طافت عليه، وش يعني الحوار هذا؟ صح ما أقبل بهذا الشيء يعني، وش نسوي؟